لتسريحة الشعر دور كتير مهم بجعل الإطلالة إما بيرفكت وجميلة إما شوي معجوقة أو فيها شي غلط. أحياناً نلاحظ أنه في ستات لابسين كل قطعة لحال رائعة، ولكن ان جنرال وبشكل عام في شي ناقص، في شي منه صح، في شي زيادة أو في شي ناقص. شو دور تسريحة الشعر بجعل الإطلالة أصح وبيرفكت؟ وقت بيكون الروب معجوق أو فيه كتير من الطبعات، فيه قسطات، فيه كشكش، فيه أكسسوارات، فيه الكتير من التفاصيل، حتى إذا كان فيه تمازج ألوان، فأكيد يفضل إنه نحن ما نعمل شعرنا أبداً كيرلي. يفضل إنه نحافظ عليه إما سبل في حال كان الشعر ما فيه كتير ألوان، أو يفضل إنه حتى نعمله دمي كو أو كدو شفال. وقت بيكون الفستان كتير سامبل، يعني ما فيه فكرة، ما فيه قصة، ما فيه لون حلو، ما فيه حتى هيك ستايل أو سيلويت حلو، فيفضل إنه نحن هداك الوقت نسلط الضوء أكتر على الشعر والميك اب. فهون بيجي دور الشعر الكيرلي أو التسريحة الجميلة، وحتى بيبين أكتر نوعية الشعر الصحية. إذا كنتي من محبي أسلوب الفينتج أو الريترو باللباس، وطبعاً مؤخراً صار كتير دارج وفي كتير من الماركات صارت تعتمد عليه بشكل جدي بتأسيس البراند تبعها، لأنه أكيد بيساهم بالتقليل من استهلاك الموارد الطبيعية وبحماية البيئة. في حال كنتي بتحبي هذا السيستم، يفضل أنك تعملي شعراتك شيء قريب نسبياً أو متماشي مع هذا الستيل، ولكن طبعاً منو كوبي بيست، لأن العصر بتغير والبرودكت هلأ تتغير أكيد ومتطلبات العصر. فما بقى فينا نرجع نعمل نفس الموديل، بس فيك تعملي الامبريسيون من هذاك الوقت وتطبقيه شوي على أسلوب الموضة الحديثة. يعني كمثال، في حال بتحبي ستيل الشانيل اللي هو تايمليس الحقيقة، ما بيبطل هذا الستيل وبيضل دايما شيك وأنيق انت ملبستيه، فيك تعملي ستيل شعراتك شوي متشابه مع هداك العصر، يعني تقصي شعراتك مثلا لهون، تعمليهم شوي لبرا. طبعا ما رح نقص شعراتنا كرمال نلبس قطعة واحدة من هذا الستيل، بس انا عم بقول بشكل عام اذا كنتي انتي من محبي هذا الترند، ففيكي انك تعملي تنسيق شعراتك بشكل مستمر مشابه او مطابق لهذا الستايل. فممكن انه مثلا تعملي شعراتك شوي لورا، او حتى تدخليهم لجوا مثل هداك العصر، او تعمليه دمي كو، او حتى ممكن تربطي شعرك كدو شوفال مع بابيون عريضة من ورا. وقت شعراتك فيهم كتير خصل، وخصوصي وقت بيكونوا المش والبالياج بخصل عريضة على الشعر، وخصوصي وقت اللي بتدرج فيه كذا لون، يعني ممكن يكون الشعر عمبري متدرج الألوان فيه، فيفضل انك تعتمدي ملابس أكتر ميلة للسادة، وتختاري الملابس اللي بيكون شوي ألوانها متماشية مع لون شعرك. في حال كان شعراتك إما بلونه الطبيعي مايل على الأحمر أو على الأورانج، أو إذا كنتي بتحبي إنك تصبغي شعرك بلون البوردو أو الباذنجاني الغامق اللي مايل على موفي شوي، أو الألوان الجريئة اللي ممكن يكونوا على الفوشيا والروزي، وهالألوان اللي طالعة جديد اللي هي بتعمل تغيير جذري بشكل ولون البشرة، حتى بانطباع وانعكاس على لون البشرة. يفضل في حال كنتي من محبي هالألوان الجريئة إنك تعتمدي دايما بتيابك ألوان أخف أو ألوان حيادية أكتر، يعني ميلي مثلاً للون الزيتي، الكحلي، الأسود، الفضي، لأني هدول أوريدي ما فيهم كتير من الصخب بالإطلالة، لأني التركيز بيكون على لون شعراتك وعلى الإطلالة اللي أنت عملتيها بشعرك. وقت بتلبسي كذا قطعة فوق بعض، يعني لابسة كتير لايرز، اعتبري أبي كورولي وفوقها جاكيت مثلا، وفوقها ترينش كوت أو أنوراك إلو من ورا كابيشون، وخصوصي إلى فروي، فيفضل ما تفلتي شعراتك لأني رح يصير كتير حجم وفوليوم هون، وبيجوا فوق الشعرات بيصير كتير سماكي وبيصير الراس كتير كبير. فيفضل بهالحال فعلا لمحافظة على أناقة شعرك أنك تحاولي تربطي أو تعمليه كده شوف على فوق. وقت بتحسي حالك أوفر دريست بشي محل، بكل بساطة اربطي شعرك لورا، خديه كده شوفال على الواطي. وأخيرا، أكسسوارات الشعر كتير حلوة، ولكن في حال كنتي لابسة سامبل، يعني ما تلبسيها مع تياب كتير معرقة أو معجقة أو فيها كتير تفاصيل. كل ما كان الروب سامبل أكتر، كل ما بتضيفي أكسسوارات على الشعر بتطلع أحلى وأرخص وأسهل وأحلى وأشيك
نوع من الأكسسوارات هن إما الأرك البسيط اللي عليه مثلاً من المخمل اللي هلا هو كتير ترندي واللي عليه شوية حجرات من الكريستال أو من الأشياء المذهبة يعني أكسسوارات المذهبة أو الأكسسوار اللي ممكن تكون ككليبس بتنحط على طرف واحد والأحلى واللي أنا بستخدمه دايماً ليوم عادي ولا يوم بسيط اللي هي بابيون من شاموا أو من ساتان أسود.